ميني ستوديو. هلو، كيفكن اليوم؟ حلقة جديدة لميني ستوديو، وبحلقتنا مثل العادة رح تربحوا، رح تغنوا، رح نشوف أخبار مهضومة، ورح يكون عنا موضوع. موضوعنا اليوم هو المسرح. مين منكم ما بيعرف شو يعني المسرح؟ بركة البعض منكم بعدهم صغار ولا مرة راحوا حضروا مسرحية، بس أوقات كتيرة على التلفزيون فيهم يحضروا مسرحية وبيعرفوا شو هو المسرح، وأوقات أنتوا بتمثلوا كمان. إيه أكيد أنتوا بتمثلوا، لما بتلبسوا برنسيس أو بتلبسوا ملك أو بتلبسوا بيرات أو كاوبوي بتكونوا عم تعملوا مثل ما نحن لما بنعمل مسرحية. أكيد المسرح هو واسع كتير، وفي مهن كتيرة بتتعلق بالمسرح وبالمسرحيات، رح نحكيكم شوي عنهم. وإذا بدكم تعرفوا أكتر، دايماً بالكتب نتعلم إشياء كتيرة. هالكتاب اسمه Le théâtre de l'Antiquité à nos jours، لأنه بلشوا يعملوا مسرح من زمان كتير، من مئات السنين، وهيدا الشيء بنعرفه من المدارج الكتيرة يلي بتكون موجودة وكانوا يستعملوها مثل مسرح ويقدروا يمثلوا تيسلوا الناس. واليوم بأيامنا طور كتير المسرح، وصار في عنا أكيد مسارح كتيرة بالعالم مشهورة، والناس بتروح على بلدان كتيرة تشوف مسارح وكمان تتزور وتحضر مسرحيات مهمة. فإذا بحلقة اليوم في عنا مهن كتيرة بنتعلمها بالمسرح، مثل مهنة المخرج، مثل مهنة الممثل. الممثل تيجي ويطلع قدامكم على خشبة المسرح بيكون تمرن كتير كتير مع المخرج تيقدر يقدم هالعمل يلي هو حلو كتير، واللي احنا منجي منحضره أوقات بيضحكنا أوقات بيبكينا، المهم إنه بيسلينا وبيعلمنا أشياء كتيرة. فإذا المسرح مهم كتير ورح نحكي عنه بعد شوي، بس هلأ خلينا نكفي حلقة ميني ستوديو لأنه عنا فقرات عديدة وعنا مفاجآت كتيرة لإلكن. هاي جايز، سألكم سؤال هين أكيد كلكم بتعرفوه وأكيد أهلكم بيعرفوه، يعني إذا أنتم ما بتعرفوه بتسألوا أهلكم وبيساعدوكم وبتفوتوا على فيسبوك بيج ميني ستوديو وبتجاوبونا. سؤال هو دو بروفيان لي بابيي، كل الأوراق اللي نحن مكتوب عليهم، الكرتون، الدفاتر، من وين بيجوا؟ محمد شلبي جاوبني الأشجار، ومظبوط. نحن الأوراق كلهم اللي بنستعملهم بيجوا من الشجر، من هيك لازم نكون عم نحافظ على الشجر نحن وعم نكتب على الأوراق، يعني ما بنخزق كثير أوراق، ما بنستعمل أوراق بطريقة عشوائية. برافو لمحمد شلبي، خلينا نشوف هديته سوا. مبروك، الهدية هي بطاقة دخول لفترة شهر لتلعبوا وتتسلوا بالشوغر موتش كيدز بلاي جراوند. برافو لمحمد، عبالكم انتو تكونوا محله ربحانين؟ خليني اسألكم هيدا السؤال وانتو بدكم تكونوا كتير سريعين وتفوتوا على فيسبوك بيج ميني ستوديو وتجاوبونا عليه. كال لو فروي بريفيري دي سانج؟ اي فواكه اكثر شيء بحبوه السعدين؟ رح ساعدكم بعد اكثر، هيدا الفواكه لونه اصفر يعني جون. فوتوا هلا على فيسبوك بيج ميني ستوديو وجاوبوني بطريقه سريعه وصحيحه هيدا السؤال وبتربحوا معنا، خلينا نشوف سوا. مبروك، الهدية هي بطاقة دخول لفترة شهر لتلعبوا وتتسلوا بالشوغر موتش كيدز بلاي جراوند. أنا النملة بتعرفوني إي 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 آآ آآ، أنا النملة بتعرفوني بالشتوية بتخبى إي إي آآ آآ، بالشتوية بتخبى بقشع منيح بعيوني إي 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 آآ آآ، ما بقشع منيح بعيوني بس أي ريحة بشمة إي إي آآ آآ، بس أي ريحة بشمة بحمل جيبي على جسمي إي 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 آآ آآ، بحمل جيبي على جسمي بالمونة بعد فيها وبهتم بمملكتي إي 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 آآ آآ آآ، ببني وبهتم بمملكتي ومن أعدائي بحميها إي إي آآ آآ، ومن أعدائي بحميها
أكبر بدي أصير حكيم. لا لا، بدي أكون فريق ميني ستوديو. لا حكيم، بدي ألبس السماعة اللي بحبها. بدي يكون عندي الطيارة لعبرم العالم وعمر بيت مع جنينة كتير كبيرة. بدي أجمع مصاري لساعد كل الناس، لهيك عم حط مصاري بالإجرة كل يوم. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. اسألوا عن خدمات المخصصة لأولادكم بالبالف. أوليفر داغر عمره 9 سنين، بحب كتير الفوتبول وما بحب أبداً يأكل بازلة. مارك جيرمانوس عمره 10 سنين، بحب كتير يتسلى وما بحب أبداً الريداكسيون. اليوم بوان منت قد بقى الأف في كتير حماس، لأنه الأمس كلوب ممبرز يلي تعرفنا عليهم هلأ أتمرنوا كتير منيحة قبل ما يجوا لعنا. إذا حابين أنتو كمان تلعبوا وان منت قد بقى الأف أو تتمرنوا، فوتوا على السيت اللي عم يقطع هلأ قدامكم www.youthpackage.com. تمرنوا منيح وسجلوا أساميكم ببيج بانك ليبانو فرانسيز، هيك نحن بنرجع منتصل فيكم ومندايكم تتجوا لعنا. أوليفر جاهز؟ رح تبلش أنت تلعب، بنرجع ننتقل دغري لعند مارك ونشوف بالأخير مين رح يجمع أعلى سكور هو اللي رح يربح. أوكي؟ ستارت جيم. بدنا 20,000، 10,000، 15,000، 55، 26، 90، 70,000، 90، 110,000، 81,000، 50، 60، 70، 80، و1,000. 260,000. وخلص وقتك أوليفر. أوليفر بدقيقة جمع 3515 نقطة، وهلأ رح نترك تاني أمس كلوب ممبرز اللي هو مارك اللي كتير محمس وواسي إنه هو رح يربح. رح نتركه يلعب لنشوف إذا رح يكون هو ربحان ولا أوليفر. play again. ألف كمان بعد مرة. 60، 50، بعد ناقصنا 10، 15,000. أوكي، 110,000، 50,000، بعد مرة، 45 بدنا، مزبوط، بعد مرة، 75، 20، 5، 180، مارك وقدرت تجمع يا مارك بدقيقة 3845 نقطة. كنت مصر انه انت رح تربح وانت اللي ربحت معنا مارك اليوم. رح نقول لك كلنا سوا مبروك ونشوف شو هديته. ميرسي كثير اوليفر لانك جيت لعنا، ما تكون زعلان، احنا ناطرينك ترجع تجي مرة ثانية اكيد وتلعب عنا بميني ستوديو. رح نشوف هلا كلنا سوا شو هديته لمارك، رح نقول له مبروك واكيد من بعدها بنكفي ميني ستوديو ما تروحوا لمحل. هديتكم من بنك ليبانو فرانسيز هي بطاقة يوث تتفتحوا حساب باسمكم وكمان 100 دولار. مبروك. وتأكبر بدي أصير حكيم، بدي يكون عند الطيارة لعبرم العالم. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. استوديو هاي، أكيد كلكم ناطرين فاني فيديوز. هلأ تكونوا جايين من المدرسة وبدكم تنضحكوا وتنبسطوا شوي. بفاني فيديوز اليوم حاضرين أنتوا قبل شريك؟ أكيد كان كتير إنه نزل من شي 4 سنين بركة وكتير درج وكل العالم حضروه. إذا ما حضرتوه حضروه لأنه كتير مهضوم وقصته كتير حلوة. جبت لكم اليوم مشهد من شريك، بس الدونكي بيكون قاعد معهم بالسيارة وهن رايحين على الفالي فار 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 أواي، وإنه مشوار كتير بعيد وهو قاعد كل الوقت ورا. Are we there yet? Are we there yet? Are we there yet? وشوفوا شو بيصير. play. Are
Are we there yet? No. Are we there yet? Yes. Really? No. Are we there yet? No. Are we there yet? No, we are not. Are we there yet? No. Are we there are we yet? There yet? Hey, that's, hey not that's not funny. Hey, that's really immature. That's really immature. See, this is why nobody likes ogres. All right, you're lost. All right, you're lost. I'm gonna just stop talking. Finally. But this is taking forever. Shrek, and ain't no in-flight movie or nothing. The kingdom of far, far away, donkey, that's where we're going. Far, far away. All right, I get it. I'm just so darn bored. Well, find a way to entertain yourself. Super, la subiamo. مزاجا أكتر. Oh, for 5 minutes. Could you not be yourself for 5 minutes? Ah! Are we there yet? Yes. Oh, finally! انتو بتعرفوا هيدا الموقف وين بتكون توصلوا بتصيروا تعملوا اشياء كتير كتير مزعجة وبعدين بقولكم توقفوا بتعملوا اشياء ازعج كمان. ان شاء الله تكونوا حبيتوا هيدا الفيديو. ما تنسوا اذا عندكم فيديوز حلوين كمان تبعتوا لنا اياهم على فيسبوك بيج وعلى انستغرام وعلى تويتر ميني ستوديو وين ما كان. بشوفكم بغير حلقة. باي. يا جوليات يا جوليات انا شو بحبك. لا بس انا ما بحبك، انا بحب دي تي ودي تو. شو بك رادون ليه على ركابك؟ انا عم بلعب دور روميو رادون. روميو رادون؟ نعم. فكره حلوه. إيه؟ بس ما فيك تكون روميو وجولييت بنفس الوقت. ها ايه بس انا ما بحبها لجولييت، هيدي صديقتها لشوفوني بشعه كثير ما بحبها، فضلت حب دي تي ودي تو. انا بحب دي تي ودي تو. ايه يعني هلا عم بعمل لهم شعر. بفهم منك انه هلا عم تمثل. ايه شو شايفنا عم برقص عم مثل كنا. طيب شو عملت بالمراجعه رادون؟ كل شيء اهم. بتنقذني كل شوي تاني بتقلي مراجعه. مراجعه شو يعني؟ مراجعه مرت الماضي حملت حالي وفلت. ايه ما تعمل لانه اذا رجعت عملت اللي عملته مرت الماضي عن جد حيمل حالي وفلت. بلا ما انا بحملها بغرفه. ما بدي ادرس، ما بدي ادرس هالمره خلص. هلا ما في لا وجع بطن ولا وجع راس، ما في تمثيل، في تمثيل بس. هلا عم بقول لك اليوم عم بمثل. يا رادون بس حتى الممثل يلي انت يمكن تصيره بالمستقبل، حتى هيدا الشخص بيدرس كثير بمعهد التمثيل قبل ما يوصل انه يصير مشهور وفيمس وكل العالم بتحبه. صح. فانت لازم تدرس كمان، لانه قبل بدك تقنعني انه العالم كل الممثلين كانوا يدرسوا. انا قديم، انا من قديم. خلص ما بدي ادرس الي، انا ما بحب الدرس، انا ما بحب الدرس، انه مش طالع من امر الدرس. انا يا الي عندي مواهب جوانيه ما حدا بيعرفها، مش موجوده فيكم. شو هي هالمواهب الجوانيه؟ انا عندي فالينج جواتي، عندي فالينج ما حدا عم بيفهمني. فالينج؟ ايه. شو الفالينج؟ فالينج شو بده مين يضل يفسر له؟ كل ما احكي كلمه بدي افسر له اياها، ما بيمشي الحال. عندي احساس، عندي الحس اللي انت ما عندك اياها يا الي. احساس طلع معك رادون فالينج. ايه. فيلينج رادون، فيلينج يا رادون. فيلينج بدك فيلينج، فيلينج بس فهمت. مش انا بدي فيلينج، هي الكلمه هي فيلينج. ايه. كرمال هيك هيدا ريزون دو بلوس او سبب بعد لتروح وتتعلم، لانه ناقصك كثير بعد. انا مش ناقصني شيء عمول معروف. انا اصلا عندي معلومات عن التمثيل وعن الممثلين. انا بتعرف مين صديقي؟ مين صديقي؟ انا صديقي روبرت ديرورو. هذا عرفته من هو؟ لا كيف روبرت ديرورو يا الي. شو مين روبرت ديرورو؟ هذا بيمثل بهوليوود. روبرت دينيرو. دينيرو بس انا لا لا لحظه، أنا هي دينيرو ودورورو نفس الشيء مش هيك؟ أنا بغنجو، ما هو صديق بعد عم بقول لك إنه صديقي. أنا صديقك روبرت ديرورو. مش معقول أنا ما بغنجك للوس؟ لا ولا أنا دايما بقول لك للوس، هلا مشيني. مش معقول رادون شو مغرور، عن جد كثير هالشخص مغرور. مش مغرور، مش مغرور، بس خلص أنا بحب التمثيل وما بدي أدرس. أنا شو فرقانة معي إذا أفريقيا بزمبابوي ولا 2 ضرب 2 بيساووا 4 أو 6، أنا ما بهمني. 4 أو 6 لا ما في بده يدرسني، مش ما فرقاني معي انا اذا 2 زائد 2 بيعملوا 4 او بيعملوا 5، انا شو بيأثروا علي؟ شو بيأثروا علي؟ انا ما بأثر علي، انا بدي تمثيل. شو رح تقول لشوفوني رادون؟ رح قلها
رح قلها عندي كاستينج جمعة وبدي أقدم على مسرحية. أنا ما عندي وقت للدرس، سوري. ما عندك وقت للدرس؟ ما بدي أزعلك. يعني مثل ما أنا شايف يا رادو ما رح يطلع من أمرك شيء. طيب لا بالدرس ولا بالتمثيل. مثل ما بدك. أنا رايح. يلا باي. بايين وثلاثة وأربعة. بس بكرة بتشوفوا رادون شو راح يطلع منه. رادون بكرة بدكن وقت، مش هيك؟ يلا رادون تعال. لا 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 بدكن وقت لتقدروا تشوفوا فخامتي. أنا مهم كتير بدي أطلع، أنا ممثل شاطر رح أوقف حد كل الممثلين المهمين، ورادون يصير مهم كمان. بس ولا كلمة. رادون بده يصير ممثل، بس رادون مش عارف انه تيكون ممثل بده كتير يشتغل، يعني الممثل عنده كتير تحضير وعنده اكيد كتير انرجي لازم يعطيها ولازم يحفظ كتير منيح. منشوف اذا رادون رح ينجح بهالتمثيل. انتو لما بتروح على المسرح بتشوفوا الممثل على المسرح، بس هو تنقدر يكون في ممثل ومسرحيه لازم يكون في فريق عمل كامل عم بيشتغل لهالشيء. في ناس بيعملوا الديكور، في ناس بيعملوا الكوستيم، في ناس بيعملوا الاضاءه والصوت، وبعدين في المخرج يلي هو بيجمع كل هالأشخاص وبيعمل المسرحية اللي احنا منشوفها. تعوا سوا نتفرج على صور حلوة تختص بالمسرح لقيتهم على الانترنت، لأنه هالشي بيسمح لنا نفهم قديش المسرح مهم وقديه قديم. من زمان زمان، من أيام الرومان كانوا يقدموا مسارح بالأرينا، يعني بمطرح كتير كبير يقعدوا فيه الأشخاص المهمة حواليهم ويحضروا مسرحيات مختلفة، وكانوا كتير منهم يلبسوا ماسك مثل ما شايفين هون بالصورة، خاصة بإيطاليا وبالكوميديا ديلارتي اللي كانوا دايماً يلبسوا ماسك على وجههم، ماسك اللي عم بيبتسم والماسك اللي عم بيزعل. المسرح تطور كتير، بس المسارح مثل هالمسرح الحلو كتير اللي شايفينه هلأ بعده موجود وأكيد ضخم ومهم كتير. ولما منروح على بلدان بأوروبا وبأمريكا وبروسيا فينا نزور مسارح أوبرا ومسارح كمان عادية موجودة هونيك حلوة كتير ومهمة. فإذا المسرح في بقلبه مهن كتيرة، فيكن تنقوا مهنة بالمستقبل وتشتغلوا بالمسرح إذا بدكن، بس هالشي متعب. على كل حال كل المهن متعبة، المهم إنه نحب مهنتنا كتير. طيب هلأ تعوا نفتح صندوق بريد ميني ستوديو ونشوف مين منكن بعت لنا رسالة ومين رح يربح معنا اليوم. في عندي رسالة من جايل خوري بتقول: هاي ميني ستوديو، أنا بحبكن وبحضركن كل يوم وبحب إجي غني غنية عندكن كمان وأربح معكن هدية. فإذا جايل حظي كتير حلو لأنه رح تربح اليوم معنا هدية، بس فيك أكيد تجي تغني، فاتصلي فينا على رقم 03-85-86-87 تتشوفي كيف فيك تاخدي هديتك وكيف فيك تشتركي بالبرنامج. Thank you جايل، مبروك لك، وبكرة بيكون عندكن حظ كمان وبركة تطلع رسالتكن. فعجلوا بعتولنا رسائل وصور ورسماتكن عبر فيسبوك بيج تبع ميني ستوديو أو عبر البريد. هلأ رح قلكن باي، وبكرة عنا حلقة جديدة لميني ستوديو. مبروك، الهدية هي لعبة حلوة كتير تقدمت أبو شبكة. مبروك لألكن، الهدية هي ساعة حلوة كتير تقدمت بيير روجيه.
غادية علامة، اليوم عيد ميلادك، بدنا نتمنى لك أطيب التمنيات ونقول لك هابي بيرثداي. مبروك كيدز تينز جايد، هو هديتكم لتقدروا تعرفوا وين فيكن تروحوا وشو فيكن تعملوا بلبنان. مبروك ربحتوا معنا بطاقة تقدروا تقصوا شعركن عند بيكسلز هير سالون. Mini Studio.